في لقاء خاص لأخبار الآن، روى هشام الذهبي الفائز بجائزة صناع الأمل التي جاءت بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، روى إذن كيف يتم البحث عن الأطفال المشردين والمحتاجين وكيف يراقب تحركاتهم وحياتهم حتى يتمكن من مساعدتهم. مثلا أنا قبل شهر ونص تقريبا وجدت طفل بالشارع يبيع كلينكس، فبدأ كل يوم هو في طريقي أتردد عليه أسلم عليه أجامله أبتسم معه أتحدث معه أشتري منه كلينكس، فكونت علاقة. يعني أهم شيء أن نخليه يثق بينا، لأنهم فاقدين الثقة بالمجتمع، لأن باعتبار أنه أسرته اللي هي أمه وأبوه يستغلونه، فما بالك ببقية المجتمع، كيف سيثق بالآخرين إذا أقرب الناس إليه يستغله؟ فكونت علاقة كلش قوية. بعدين عرفت أنه أخوه الأكبر أيضا موجود، تحدثت مع الأخ الأكبر وعرفت ما هي مشكلتهم، فبالتالي وصلنا إلى حل أن أشتري له موتور إحنا نسميه عندنا في بغداد ستوتة للأخ الأكبر، بمقابل أن الأخ الأصغر يوميا يأتي إلى البيت العراقي للإبداع لغرض الدراسة وتعلم الحاسوب، وفي حال أنه وجدته مرة أخرى في الشارع أسحب منه هذه الستوتة. وانتهى الأمر الحمد لله والشكر، الأخ الأكبر يعمل الآن والطفل عندنا بالدار.